الجراد. هكذا يرى مواطنو هونغ كونغ الذين دفعوا ثمن هذا الإعلان في الصحيفة الصينيين الذين يأتون من بر الصين إلى مدينتهم. الملايين منهم يتوافدون إلى المستعمرة البريطانية السابقة كل عام، وهم يلامون بالتسبب بالمشاكل بدءا من ارتفاع أسعار العقارات وصولا إلى النقص في رعاية الأمومة. وفي وقت ازدهر فيه اقتصاد الصين، يعبر بعض مواطني الهونغ كونغ عن استيائهم من بعض الصينيين الذين يبرزون ثرواتهم بشكل باذخ بعدما كان ينظر إليهم على أنهم فلاحون. التصرف هذا يغضب بعض الزوار الصينيين. هذا يؤثر على شعوري تجاه هونغ كونغ باستطاعتي أن أذهب وأزور أماكن أخرى. كسائحة أتيت فقط لمشاهدة معالم المدينة. منذ 15 عاماً أعادت بريطانيا هذه المدينة إلى السيادة الصينية، ولكن وفقاً لمبدأ الحكم الذاتي، أي دولة واحدة ونظامان. ولكن مع نمو العلاقات الاقتصادية زاد القلق من تأثير بكين على سياسة هونغ كونغ. الروح الوطنية بين المدينتين تلاشت، فالآن شخص فقط من كل 5 أشخاص في هونغ كونغ يعتبر نفسه مواطناً من جمهورية الصين الشعبية. الآن هناك انعكاس في الاتجاه، وهذا يمكن أن يعكس قلقنا من هذا التكامل الاقتصادي. قد نرغب في الاحتفاظ بهويتنا الخاصة، بحكمنا الذاتي وبقدرتنا التنافسية، فضلاً عن حياتنا الخاصة وشخصيتنا الخاصة. بالنسبة لبعض الصينيين الأصليين، هذا التميز هو جزء من جاذبية هونغ كونغ. أعتقد أن شعب هونغ كونغ لطيف، هم منضبطون وديون. عادة ما تسمعهم يقولون شكرا لك، وعندما يكون لدينا أسئلة يساعدوننا. التصرفات اللبقة والإرادة الطيبة نادرا ما يلحظهما أحد في ظل المشاحنات الأخيرة، ولكن سيكون هناك حاجة إليهما إذا توصلت الصين وهونغ كونغ إلى هوية مشتركة.